جمهورك اللي بيحبك. عايز اقول لك انت في الفتره اللي فاتت كنت يعني عايز اقول لك متصدر يعني جوجل وكل الترندات كلها، الناس كلها بتحبك وكانت عايزه تطمن على صحتك الحمد وانت لله. كنت تعبان. الحمد لله فعلا انا رحت المستشفى قعدت حوالي 12 يوم وحسيت فعلا بحب الناس فعلا ال 12 يوم دول، حتى الممرضات والممرضين في المستشفى والدكاترة وبتاع يعني عملوا معايا كل، لأن بقيت صحتي زي البومبا وعفريت. هوبا تيتو مامبو. هوبا تيتو مامبو ده الماتش. قول لي بقى فترة العلاج دي يعني جت ازاي؟ احكي لنا كده. أنا التعب دي فجأة لقيت نفسي بنهج نهجان مش طبيعي. ايه ده؟ في ايه؟ بتكلم مش عارف اتكلم من نهجان. فالمدام قالت لي لازم تروح المستشفى. قلت لها مستشفى مستشفى ايه؟ انا مش عايز اتعبكم على اساس ان هم هيجوا معايا ايه وبنتي. بتقاوح انت؟ ايه؟ بتقاوح. قالت لي لازم. وكان عندها حق فعلا. انا رحت المستشفى عملوا لي اشعاعات واشعاعات وعملوا لي تحاليل وعملوا لي فحوصات كتيرة. بتاع ده اكسجين اتحط كده الاكسجين. استريحت شويه وبعد كده ظهرت حاجه تانية اللي هي ايدي بقت تترعش كده على طول. فالدكتور قال لي عمليه. عملت عمليه الحمد لله. حتى الدكتور بقول له انا كنت ودني الشمال دي ما كنتش بسمع بيها وكنت مقدم على سماعه. بعد العمليه بقيت اسمع بيها كويس جدا. فبقول للدكتور شوف التواضع، بقول للدكتور انت على فكره بعد ما عملت لي العمليه بقيت اسمع بودني الشمال. قال لي ملهاش علاقه بالودان بس هو ربنا اللي عايز كده. قعدت في غيبوبه يومين. ده تاني مره بقى. الاخيره اخر مره دي. قعدت في الغيبوبه يومين وماشي رايح المستشفى واخديني المستشفى كويس ما فيش حاجه بس بنهج. اول ما وصلت المستشفى رحت في غيبوبه. مدام بقى افتكرتني موت. لا مش دلوقتي. لان انا اللي بمزاجي يعني. لا بعد الشر عليك. مش دلوقتي هي بتحكي لي بقى.